ماجد، أنا دائما أتخوف من الفريق اللي أو المنتخب اللي يقوم بتغيير الجهاز الفني قبل أي مباراة، وزي ما احنا شايفين الدحيل بعد نتائج غير مقنعة على مستوى دوري أبطال آسيا وأيضا في الدوري المحلي وترتيب الخامس قام بتغيير الجهاز الفني، وهذا دائما حتى لو ما كان المدرب على مستوى الطموح دائما هذا يعطي يعني أكشن عند اللاعبين ويعطي رفع روح معنوية والتأكيد على أنه العلة السابقة كانت في الجهاز التدريبي. لكن إن شاء الله أن هذا الموضوع ما يكون موجود في مرسول بارك مع الفريق النصراوي الفريق العالمي بقيادة الدون كريستيانو. أكثر شيء بصراحة يقلقني على فريق النصر وجود، واللي شاهدته حتى في مباراته الأخيرة على مستوى الدوري المحلي أمام ضمك، الوصول السهل جدا إلى مرمى النصر وتهديد المرمى، لكن برضو إن شاء الله يخالفونا في التوقعات ويستمر النصر بشكله الجميل على مستوى دوري أبطال آسيا وتستمر يصير في صدارة للعميد وصدارة للزعيم وصدارة للعالمي. بالتوفيق لنجوم الأصفر إن شاء الله.